نظم مئات الطلبة مسيرة حاشدة انطلقت من أمام بوابة جامعة آل البيت الرئيسية وصولا إلى مجمع الحافلات في مدينة المفرق، وذلك احتجاجا على سوء المواصلات من وإلى الجامعة. احتجاجا على مشكلة المواصلات التي يعاني منها طلبة جامعة آل البيت، نظم الطلبة مسيرة احتجاجية من بوابة الجامعة الرئيسية وصولا إلى مجمع الباصات في محافظة المفرق، مقاطعين بذلك حافلات النقل الداخلية ما بين الجامعة والمجمع. المسيرة التي نظمت أتت احتجاجا على قلة عدد الحافلات وحجم الازدحام، مما يؤدي إلى تأخر الطالب عن محاضراته. عدد باصات 18 أو 20 باص لجامعة آل البيت اللي فيها 20,000 طالب، وعندك غير مشكلتنا بجامعة آل البيت عندنا مجمعات الزرقاء وعمان والمحافظات كمان برضه نقص بالباصات. احنا كل منطقة فيها 5-6,000 طالب وتأخروا على المحاضرات، بقعد ساعة أو أكثر لحين إيش؟ لا بين ما يوصل محاضرته، يعني بتأخر ساعة أو أكثر من ساعة لبين ما يوصل محاضرة 8. أعاني الكثير من مشكلة المواصلات في جامعة آل البيت، إنه لما يعني نوصل للمجمع الجديد كثير يعني عدم تنظيم في ذهابي إلى، يعني أكيد لما بدي أجي على الجامعة، وأكيد كمان لما بنروح كثير يعني بنعاني لوصولنا على مجمع المفرق. وغير الأزمة يعني ما فيش وضع أمان للطالب، وغير هيك يعني أنت بدنا نحسب مواصلات، إحنا كطالب يعني بدنا نحسب ساعتين حتى يعني بدنا نروح وبدنا نيجي على الجامعة. حقيقة هذه المشكلة نعاني منها منذ بداية دخول الجامعة، وهي مشكلة صعبة وتحتاج إلى حل من قبل رئاسة الجامعة ومن قبل وزارة النقل أو هيئة النقل البري. لذلك احنا نطلب من رئيس الجامعة الدكتور ضياء الدين عرفة بحل هذه المشكلة بأسرع وقت ممكن، ومعالجة الأسباب التي تؤدي إلى هذه المشكلة من نقص في الباصات ومزاجية بعض السواقين. حل قريب تسعى له إدارة الجامعة التي أكدت أن هذه المشكلة قديمة ويجب وضع حد لها بالتعاون والتنسيق مع هيئة تنظيم قطاع النقل العام. ونحن بهذا الصدد ومن خلال التواصل مع هيئة قطاع النقل وبتوجيهات من عطوفة الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة، سوف يكون عندنا يوم الأربعاء القادم إن شاء الله لقاء مع رئيس أو مدير عام هيئة تنظيم النقل للالتقاء مع الطلبة مباشرة ونقل هموم الطلبة إليهم مباشرة. ونحن من خلال عمادة شؤون الطلبة نسعى دوما إلى أن يكون الطالب ليس لديه أي مشكلة، خاصة في عملية الذهاب والإياب إلى الجامعة. انطلاقا من هذه النقطة نحن قريبين من الطلبة وبتواصل مستمر معهم في هذه النقاط، وقمنا بتعميم الكتاب الذي تم توجيهه إلى مدير عام هيئة النقل من أجل أن نبين لأبنائنا الطلبة أن الجامعة تسعى يدا بيد مع الطلبة لحل هذه المشكلة. جامعة آل البيت والتي يبلغ عدد طلبتها ما يقارب 18,000 طالب وطالبة تنتظر حلا قريبا لمشكلة المواصلات التي أرهقت الطلاب ودفعتهم إلى إسقاط بعض المواد، متأملين أن يكون الحل هذه المرة جديا ليمارس الطالب دوره في تلقي الرسالة التعليمية واكتساب المعرفة. من محافظة المفرق لقناة رؤيا، أنس الحراشق.